عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال عليه الصلاة والسلام: فمن؟ يورد هنا إشكال، وهو الخطاب هنا موجه لمن؟ للصحابة ومن بعدهم من باب أولى، فيكون الخطاب موجها لجميع الأمة. والإشكال هنا: أتقع هذه الأمة كلها في متابعة اليهود والنصارى؟ الجواب لا. فما هو الجواب عن هذا الإشكال؟ الجواب عن هذا الإشكال من وجهين. الوجه الأول أن الأمة كلها ليست مرادة بهذا الحديث، وإنما الوقوع على طائفة من الأمة، وعمدة هذا القول ما جاء في الصحيحين قوله عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة. فأخرج هنا من هذا العموم طائفة، فيكون هذا الحديث موجها لمن؟ لطوائف معينة من الأمة، ولا يسري على جميع الأمة. ولا شك أن هذا القول معضود بما ذكر: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة. الوجه الثاني أن الأمة كلها ستقع فيما وقعت فيه الأمم السابقة، لكن كل طائفة تقع في معصية معينة، وهذا يشهد له الواقع ويشهد له عموم الحديث. فنرى أن طائفة قد أكلت الربا واستحلته كما حصل في اليهود، نرى أن طائفة من هذه الأمة غلت في الأنبياء والصالحين وحصل هذا في الأمم السابقة، نرى من قتل النفوس البريئة في هذا العصر وقد وقعت فيه الأمم السابقة، نرى من أخذ الرشوة وقد وقعت فيه اليهود، نرى من تقول على الله عز وجل في أسمائه وصفاته فنفوا عنه الأسماء والصفات ووصفوه بالنقائص والمعائب، وهذا حاصل في الأمم السابقة. لقد سمع الله قول الذين قالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء، قالوا: يد الله مغلولة. إذا لو نظرت إلى كل معصية وقعت فيها هذه الأمة نجد أن كل طائفة قد اقتدت واتبعت بالأمم السابقة.